قال رحمه الله: فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، ويسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. قال رحمه الله: ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها. استقباحها أي المعصية، أن يراها قبيحة. كثير من العصاة في أول الأمر في طريقه وفي خطواته في المعاصي يراها قبيحة، لكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، ويغلبه قرناء الشر والفساد، فيفعل القبيح، وهو يدرك قبح ما يفعل، يدرك أنه قبيح، يعلم أنه قبيح ويفعله، لكن غلبته نفسه، غلبه دعاة الشر قرناء الفساد. هذا الاستقباح للمعصية إذا امتد سيره في المعصية، إذا امتد سيره في المعصية هل يبقى؟ لا يبقى، يصل إلى مرحلة ينسلخ من القلب استقباح المعصية، يصل إلى مرحلة ينسلخ من القلب استقباح المعصية، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له. المجاهرون بالمعاصي، هذه المجاهرة التي وصلوا إليها وهي غاية في السوء، هل كانوا كذلك ابتداء؟ كانوا في مرحلة من مراحل حياتهم يستترون بالمعاصي ويرون أنها قبيحة، حتى إن نفوسهم كارهة لها، لكن غلبوا عليها، لكن امتد سيرهم وواصلوا السير في طريق المعاصي إلى أن أصبحوا مجاهرون. لعل أحدكم يذكرنا بكلام مر معنا، أحد السلف سئل عن بني إسرائيل هل كانوا في ليلة، ما هو، ما أسمعك، إيش؟ نعم، يعني هل وصلوا إلى الهلاك في ليلة واحدة؟ قال: لا، كانوا إذا أمرهم الأنبياء لا يأتمرون، وإذا نهوهم لم ينتهوا، أصبحوا هكذا في خطوات في المعاصي إلى أن أصبحوا إلى هذا المآل. فالمجاهرون ما كانوا من بداية أمرهم هكذا أبدا. أيضا قل مثل ذلك كبار المجرمين في أشد ما يكونون في الإجرام، ما كانوا كبار من أول الأمر في الإجرام، ولكن خطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن عقوبة المعصية إذا سار الإنسان فيها أنه ربما يصل به الحال والعياذ بالله إلى أن ينسلخ من قلبه استقباح المعاصي. إذا انسلخ من قلبه استقباح المعاصي يصل إلى مرحلة ماذا؟ المجاهرة بها، لأنها ليست قبيحة، ما يراها قبيحة فيجاهر بها. الآخرون يستترون بالمعاصي، وهو يهتك هذا الستر عن نفسه ويقول لقرنائه وأصحابه: فعلت وفعلت وفعلت لأمور هي قبيحة، لكنه ما أصبح يراها قبيحة. هذه المرحلة التي وصل إليها تعد من عقوبات الذنوب وعواقب الذنوب الوخيمة، أنها قد تفضي بالإنسان
إلى هذه المرحلة الشنيعة أنه ينسلخ من قلبه استقباح الذنوب إلى أن يصل والعياذ بالله إلى درجة المجاهرة. المجاهرة ماذا يترتب عليها؟ كل أمة معافى إلا المجاهرون. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومنها أن كل معصية من المعاصي هي ميراث على الآن في الأجهزة الحديثة مسألة المجاهرة، بعض الناس فعلا وصل إلى هذه المرحلة وأصبح يهتك ستر الله عليه بتصوير نفسه في قبائح شنيعة جدا، ثم يبعثها في مرسلة في الجوال، يراها كثير من الناس وتبقى ثابتة. هذا كله من عواقب المعاصي. هل هؤلاء الذين يعني يفعلون مثل هذه المجاهرات بالمعاصي يصورون أنفسهم في أشياء شنيعة جدا وأمور قبيحة لا تليق، هل كانوا هكذا من أول الأمر؟ لا، وضعوا أقدامهم في المعاصي خطوة تلو الأخرى إلى أن حصل هذا الانسلاخ للقلب فأصبح لا يستقبح المعصية. إذا أصبح لا يستقبحها يصل إلى درجة المفاخرة فيها وتعجب نفسه بها فيهتك ستر الله سبحانه وتعالى. قال: وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. في زماننا هذا ما أصبح يحتاج أن يقول ماذا عملت، ما يحتاج الآن في زمان يصور نفسه والعياذ بالله، ما يحتاج يقول للناس ولا يحتاج أنه يقابل فلان ثم فلان ثم فلان، مشوار طويل، يضغط زر واحد في لحظة واحدة وتذهب للعالمين، يهتك ستره على العالمين كلهم. ولهذا يحتاج فعلا أن ينتبه إلى أن الجوال يعد شؤم على كثير من الناس إلا من رحم الله وعافاه الله. ولهذا يا صاحب الجوال قل يا رب سلم سلم، قل يا رب سلم سلم. وصلى الله وسلم على رسول الله.